اللي شفناه من شوية عادة بيحصل لكل الطلبة اللي بيبقوا في سنة رابعة كلية إعلام. في أي كلية بيبقى عندهم مشروع تخرج، لازم يفكروا في فكرة تكون مناسبة أو تنجح، أو بيبقى فيه تنافس كمان يا أحمد. بالظبط. فالطلبة ورونا نموذج مختلف، فكر مختلف، هم بيدوروا على السعادة أو بيوزعوا السعادة من خلال مشروعهم. ايه رايك يا رحمة؟ هقول لك، احنا من كام حلقه فاتوا اتكلمنا عن ان انت لما بتساعد الناس او لما بتقول كلمه طيبه مثلا لحد، زي ما انت هتبسطه هتشعر اوتوماتيك بالسعاده. فهم هو ده اللي هم بيعملوه، هم بيبسطوا نفسهم عشان الخير بيبسط، ان انت تعمل خير بقى، تساعد حد ماديا معنويا، ابتسامه، هديه، ايا إن كان، انت بتتبسط واللي بتديله المتلقي بيتبسط، فالاثنين بيتبسطوا، فالاثنين بيشعروا بالسعادة. عجبني كمان جدا يا جماعه، يعني اسم المشروع دوبامين. ده هرمون السعاده، يعني هم بيحاولوا يعني ينشروا السعاده بقى باي شكل من الاشكال، زي ما قلنا في بدايه الحلقه، سواء بابتسامه، سواء بكلمه حلوه، سواء حتى بشوكولاته، كل الحاجات دي في الاخر خالص شوكولاته السعاده. ما في الاخر خالص هي كلها تندرج تحت شوكولاته. بتحب شوكولاته؟ بالبندق. انا بالبندق شوكولاته. يا سلام، ولو تبقى سايحه بقى يا سيدي، انا جعانه، معلش يا فاروق. يا سيدي يا جماله. وطبعا دي رسائل مكتوبه برضو لكل شخص بيقابلوه، يعني وهي تعتبر جت يعني كمان، يعني الرسائل دي او اللي كاتبينها يعني للناس، هي جت برضو بالصدفه مع نهايه العام وبدايه سنه جديده. الفتره دي يعني، وكمان هم نزلوا قبل كده طبعا في مولد النبي وزاع حلويات المولد، ونفس الكلام برضو هو بيقابلوا اجانب بيكلموهم. طبعا كلها حاجه كويسه جدا وحاجات مختلفه، وبتوعي كمان الناس وبتوعي الشباب ان احنا عندنا افكار مختلفه، وعندنا كمان طالبات من كليه اعلام جامعه القاهره ان هم برضو يفكروا بالشكل ده، فدي حاجه محترمه جدا جدا طبعا.